السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر الكيلاني في درس جديد لصيغ الاي ان جي. صيغة الاي ان جي بتشوفها كتير في اللغة الإنجليزية، من ضمن أهدافها إن أنا بحول الفعل إلى اسم أو أحوله إلى صفة، أو قد يكون فعل ولكن لازم أضع الاي ان جي لتصحيح فورمة زمن معين زي المضارع المستمر والماضي المستمر. تعال نشوف الاستخدامات المختلفة لصيغ الاي ان جي وقواعد استعمالها. play على سبيل المثال، play يلعب تبقى playing، ضفت لها اي ان جي فتحولت من يلعب كفيرب كفعل الى playing اللعب اللعب نفسه، فهنا تحولت الى اسم. swim يسبح تحولت الى swimming السباحة نفسها. amaze الدهشة amazing مدهش رائع. eat يأكل eating الأكل نفسه. watch يشاهد watching مشاهدة. interest مهتم interesting، هنا تحولت إلى صفة وأصبحت شيق أو مثير. طيب بيقول لك هنا ممكن نستخدم صيغ الـ ing في الجملة كفعل أو كاسم، والاسم هنا بنستخدمه أحيانا بيجي في الجملة كفاعل يعني أبدأ بيه الجملة أو كمفعول. تعال نشوف أمثلة. I like playing music، مين الفاعل في الجملة دي؟ I، فين الفعل؟ like. طب أنا بحب إيه؟ بحب العزف الموسيقى، أصبحت هنا عزف الموسيقى هي الأوبجكت المفعول، فهنا الـ ing ضيفت إلى الفعل لتحولها إلى اسم، والاسم هنا أصبح مفعول الجملة. I enjoy learning، أنا ده الفاعل، enjoy أستمتع ده الفعل، بستمتع بإيه؟ يبقى أكيد اللي هيجي بعده المفعول. ضفت ing لفعل learn أصبحت learning التعليم، يبقى التعليم هنا هي الأوبجكت للجملة دي، هي مفعول الجملة. يبقى من ضمن أغراض استخدام الـ ing تحويل الفعل إلى اسم ووضعه كمفعول الجملة. طيب ممكن يجي فاعل أبدأ بيه الجملة يبقى فاعل. swimming السباحة، تحس كده إنها جملة زي في العربي كده إحنا بنقول عليها الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. swimming السباحة is my hobby، هوايتي هي الهواية بتاعتي. يبقى swimming هنا جاية كفاعل الجملة، ضفت ing لفعل swim فتحولت إلى اسم وأصبح هذا الاسم يمثل فاعل الجملة. We are swimming now، نحن نسبح الآن. هنا هي جاية كتكوين لفورمة الـ present continuous، وهو زمن المضارع المستمر الذي يتكون من am أو is أو are زائد الفعل زائد الـ ing، دي الفورمة الكاملة بتاعته، فبدون الـ ing هنا تصريف الزمن هيكون مختل ناقص، فهنا أصبحت فعل للجملة. يبقى في مرات الـ ing ضيفت إلى الفعل لتحويلها الاسم لتكون مفعول الجملة، فاعل الجملة، فعل الجملة. دي أغراض استعمال الـ ing. طيب ازاي نكونها؟ ازاي اضيف الاي ان جي؟ هل اي فعل اضيف له اي ان جي كده وخلاص؟ لا، في قواعد. بيقول لك في افعال بتقبل الاي ان جي بدون اي شروط زي eat eating sing singing learn learning play playing، هنا ما عنديش اي مشكله في اضافه الاي ان جي. ياكل eat يغني sing learn يتعلم play يلعب. زي ما انت عارف في كل مره الايل غير منطوقه الصامته التي تاتي في نهايه الفعل بنشيلها عند اضافه اي حاجه في الدنيا، ومنها درس النهارده وهو الاي ان جي بيك. هل نطقت الاي؟ ما حصلش، دي ماجيك اي، ماده الحرف اللي في النص وهي عامله نفسها من بنها مش هنا، هنشيلها ونرجعها بنها ونضيف لها اي ان جي، تبقى بيك baking، make making، take taking، write writing. يبقى الاي الغير منطوقة في نهاية الفعل
تحذف قبل إضافة الاي ان جي. بيك، يخبز، ميك، يصنع، تيك، يأخذ، رايت، يكتب. طيب لو جت منطوقة، لو جت منطوقة بقى بتبقى لها قصة تانية. بص كده، هنا ممكن تيجي منطوقة في زي فعل بي، نطقت الاي، او بتيجي على شكل دبل اي، وفي الحالتين بتتنطق لونج اي زي بي سي فري. هنا علشان النطق نفسه ما فيهوش اي مشكله ان انا اعمل لونج فاول زي اي واضيف له اي ان جي، فهنا النطق مش هيختل معايا، فهنضيف الاي ان جي بمنتهى الاريحيه بدون ما نحذف حاجه اطلاقا. بي بيينج، سي سيينج، فري فريينج. بي يكون، سي يرى، فري حر، خلاص، او يعني متفرد. طيب اذا انتهى الفعل بالاي اي، فاكر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقلبه لواي، خلاص. نفس القواعد ما بتتغيرش يا جماعه في اضافات كتيره. الاي اي تقلب الى واي زي داي، اخرها اي اي تبقى داينج، داي يموت، تاي يربط، تاينج، لاي يكذب، لاينج، داي تاي لاي. عند اضافه الاي ان جي بنحول الاي اي اللي بتتنطق اي دي الى واي قبل اضافه الاي ان جي. طيب لو الفعل انتهى باي ال، فاكر فعل ترافل، ترافل يسافر او ينتقل، كنا بنقول عليه ايه في زمن الماضي البسيط؟ كنا بنقول ان في اللهجه البريطانيه بنضعف ال. نفس الفكره هنا، travel traveling، بنضعف ال، cancel canceling. اما في اللهجه الامريكيه لا يتم مضاعفه هذا الحرف. travel تبقى traveling عادي زي ما هي بدون ما نكرر ال، cancel تبقى canceling. يبقى الفعل المنتهي ب ال في اللهجه البريطانيه بنكرر ال، اما اللهجه الامريكيه ما بنكرروش. طيب في عندي فعل مكون، فاكر نفس قواعد الماضي البسيطة هي بنفس الطرق، هي كان فعل one syllable يعني مقطع صوتي واحد معايا، وانا علمتك ازاي تظبط المقطع الصوتي وتعرف ده مقطع صوتي ولا مقطعين، وازاي تحسب الفاولز اللي فيه، اتكلمنا في الكلام ده قبل كده. sit one syllable، swim one syllable، run one، كلهم one syllable مقطع لفظي واحد. طيب انتهى بساكن ومسبوك بمتحرك، تي مسبوك بآي، ام مسبوك بآي، ان مسبوك بيو، كلهم تنطبق عليهم نفس الشروط. فعل مكون من مقطع صوتي واحد منتهي بساكن مسبوق بمتحرك. فاكر كنا بنعمل ايه؟ انا عارف ان في ناس عارفة من قبل ما اشرح، بنكرر الحرف الاخير قبل اضافة اي حاجة. يبقى sitting هنضيف التي مكررها مرتين تبقى مرة كمان، swim هنكرر الام، swimming، run هتبقى running. طيب ده بالنسبة للمقطع الصوتي. طيب لو عندي فعل مكون من مقطعين والمقطع الثاني مشدد، ايه اللي هنعمله؟ هنكرر الحرف الاخير برضو زي admit admitting و commit committing. يبقى الفعل المكون من مقطعين والمقطع الثاني مشدد هنعمل ايه؟ هنكرر برضو الحرف الاخير. هتلاحظ هنا ان في فعل زي visit، وانا نوهت عنه قبل كده حتى في جروب الجرامر للصف الرابع والخامس، نوهت عليه، قلت ان visit من الافعال ذات المقطعين، ومع ذلك بينتهي بساكن ومسبوق ومتحرك ولا نكرر الحرف الاخير. ليه؟ لانه غير مشدد وهو لا يحتوي على مقطع صوتي واحد، بل هو مكون من two syllables، في زي في زي. يبقى هنا في مقطعين ومفيش اي تجديد، يبقى ده لا تنطبق عليه اضافة او تكرار الحرف الاخير، مش هنضيف حرف زيادة هنا، هنضيف الاي ان جي زيه زي اي فعل من اللي فوق دول. visit هتبقى visiting، خلاص. نراجع الكلام اللي قلناه تاني، في افعال بنضيف لها اي ان جي عادي جدا، الاي الغير منطوقه بنحذفها قبل اضافه الاي ان جي، اما الاي المنطوقه ما بنحذفهاش، تمام. الفعل المنتهي باي اي بنقلبه الواي قبل الاضافه، الاي ال بنكرر الحرف الاخير اللي هو حرف ال في البريتش والامريكان لا معايا،
الفعل اللي هو مكون من مقطع لفظي واحد ومنتهي بساكن مسبوق بمتحرك بنكرر الحرف الاخير قبل اضافه الاي ان جي، وكذلك المكون من حرفين من مقطعين سوري، ولكن المقطع الثاني بيكون مشدد بنكرر الحرف الاخير اذا انتهى بساكن مسبوق بمتحرك. اما الفعل اذا كان مكون من مقطعين لفظيين ولكن هنا المقطع الثاني غير مشدد بنضيف الاي ان جي عادي جدا. فاهم الكلام ده؟ بيقول لك هنا استخداماتها، استخدام الاي ان جي بنستخدمها في الازمنه المستمره، اللي هو مين الازمنه المستمره؟ مين فاكر؟ مضارع مستمر وماضي مستمر. We are playing chess، نحن نلعب الشطرنج. ده انهي زمن؟ ده present continuous، ده مضارع مستمر اللي هو am is are فعل مضاف له ing. He was climbing a mountain، لقد كان يتسلق الجبل. كان يتسلق ده ايه ده؟ ده ماضي مستمر. was were واحدة منهم الفعل والاي ان جي. بعض الافعال بيجي وراها اي ان جي، اخذنا منهم خمسة فاكر في خمسة ابتدائي، تعال نتعرف على معظمهم. like بيجي بعدها اي ان جي، تقول I like swimming، ما ينفعش تقول like swim. love hate دول انت عارفهم. deny ينكر، enjoy يستمتع برضو دي انت عارفها. admit يعترف به. practice يمارس. suggest يقترح. imagine يتخيل. keep يحتفظ او يستمر فيه. finish ينهي. avoid avoid معناها يتجنب او يتحاشى. stop يتوقف عنه، بس stop دي ممكن يجي الفعل المضاف لها ing ويبقى معناها اقلع عن، يعني مثلا اقول لك ايه he stopped to buy مثلا chocolate، هنا معناها مش يتوقف عن، هنا معناها كان ماشي وراح واقف كده دخل يشتري الحاجة ومشي خلاص، يعني توقف عن المشي لبعض الوقت ثم استمر معاه. اما يقلع عن ان هو يبطل الحاجه خالص، دي اللي بتيجي وراها اي ان جي. اقول هي ستوب سموكينج او يو شود ستوب سموكينج معايا، يبقى السموكينج هنا فيها اي ان جي، يبقى ستوب خليك عارف ان لو جت وراها اي ان جي معناها يقلع عن. اما ستوب تو والمصدر فاهم ده هتجيلك في اعداد ان شاء الله اذا يعني ايه ما غيروش القاعده دي موجوده حاليا. اما ستوب والفعل مضاف له اي ان جي معناها يقلع عن، ستوب تو المصدر معناها يتوقف عن شيء ثم يعود ويستمر فيه معاه. نحفظ بس مع بعض الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي، مش يجي بعدها هي، يجي بعدها فعل مضاف له مضاف له اي ان جي. لايك لاف هيت ديناي انجوي ادميت براكتس سجست ايماجين كيب فينيش avoid stop. She likes singing English songs. هي تحب انها تغني الاغاني اللي باللغه الانجليزيه. likes singing ما ينفعش اقول sing، لازم تطلع ان جي لانها جايه بعد likes. they suggest going to the park. suggest دي لها قاعده لوحدها ان شاء الله ممكن تاخدها في ثالثه اعدادي، او لو غيروا المنهج ممكن تيجي بدري شويه، لها يعني اختيارات كتيرة جدا. يبقى they suggest going من ضمن اختياراتها ان الفعل بيجي بعدها مضاف له ing، ممكن يجي بعدها اسم، ممكن يجي بعدها that، يعني هتاخدها ان شاء الله قريب. they suggest going to the park. my father finished reading the new story. my father finished انتهى من قراية. يبقى read اهي مضاف لها ing بعد like بعد suggest بعد finish. ايا كان الافعال متصرفه في انهي زمن، سواء مضارع بسيط او ماضي، لازم الفعل يجي وراها مضاف له اي ان جي، لان هنا تحول الى اسم. يحب الغناء، يحب الذهاب الى الحديقه العامه، هنا او يقترح الذهاب الى الحديقه العامه. وعندنا finish ينهي قراءه القصه الجديده، قراءه هنا برضو جايه كاسم. بيقول لك في بعض التعبيرات وحروف الجر بيجي وراها الفعل مضاف له اي ان جي. فاكر زمان لما كنت اقول لك تو يجي بعدها الفعل في المصدر، باستثناء هنا لوك فورورد، لوك فورورد تو تمام، بيجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي معناها يتطلع الى.
هاو اباوت اخذناها في خمسه ابتدائي، هاو اباوت ووات اباوت الاثنين كنا بنستخدمهم للاقتراح، ويجي بعدهم الفعل مضاف له اي ان جي. ودنت مايند لا يمانع، دونت مايند لا يمانع، وود يو مايند ده صيغه السؤال بقى معاه، يبقى هل تمانع، انترستد ان معناها مهتم بيه، ثانك فور يشكر على، كانت ستاند لا يطيق لا يتحمل، because of بسبب كذا، ويجي بعدها اي ان جي فعل مضاف له اي ان جي، كانت هيلب لا يستطيع ان يتوقف عن، كانت هيلب، بي اللي هو ام او از او ار يوزد تو، ويجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي كان معتادا على، بي بيزي مشغول، فيل لايك يريد، كين اون حريص على، فوند اوف مغرم بيه مولع بيه، فاكر اخذنا دي جود وباد، ات جود ات اخذناها، جود ات بلاين كذا، باد ات بلاين كذا، شاطر في لعب الرياضه الفلانيه وسيء في كذا، قلنا يجي بعدها اسم او فعل مضاف له اي ان جي، فيل اب تو قادر على القيام به، فيل اب تو، كونجراتوليت اون يهنئ على، دي ما تهنئ حد بتبارك له على نجاحه مثلا، congratulate on passing the exam انك اجتزت الامتحان، spend time هنا spend، spend time احنا قلنا فاكر فعل spend كنا بنشرحه كذا مره في سنه خمسه سواء كونكت او كونكت بلس، بيقضي وقت او بيضيع فلوس، يجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، spend time تمام، وبعدين تجيب فعل هنا مضاف له اي ان جي، spend money on بيضيع فلوسه على، وفعل برضه مضاف له اي ان جي لان هنا لازم هتيجي المعنى كاسم، she thanked me for helping her، واخد بالك، thanked for، thanked for متصرفه في الماضي تمام، وجه ضمير مفعول في النص، كل ده ما يمنعناش ان احنا لازم نضيف اي ان جي لاي فعل يجي بعدها، هي شكرتني، she thanked me for helping her، شكرتني على مساعدتي ليها، يبقى helping مساعدة، مساعدتي ليها هي خلاص، مساعدتها جاية كاسم اهو بإضافة الـ ING. I am looking forward to visiting، أنا أتطلع إلى زيارة لندن، حاجة كده بتمناها في المستقبل، يبقى هنا تو ما تقولش هيجي بعدها فعل في المصدر، لا هو التعبير كله على بعضه look forward to، بس هنا جاي في متصرف في المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل، I am looking forward to visiting، أتطلع إلى زيارة، لازم هتبقى اسم، والاسم هنا هو فعل محول إلى اسم بإضافة الـ ING. I don't feel up to going to the party، أنا غير قادر على الذهاب إلى الحفلة، قلنا feel up to برضه هو to وجي وراها الفعل مضاف له ING لأن ده تكوين على بعضه، feel up to هي look forward to، بالرغم ان فيها تو بس هو تعبير على بعضه لازم يجي الفعل مضاف له اي ان جي. تعالى كده ننشط دماغنا بالتدريبات. هنا بيقول لك تنس از ماجداز فيفورت سبورت. عايزين نقول لعب التنس نجيبها ازاي؟ باضافه الاي ان جي، بلاينج تنس از ماجداز فيفورت سبورت. داز تو قران ميك يو فيل هابي، هل الاستماع إلى القرآن يشعرك بالسعادة؟ أكيد طبعا، يبقى listening does listening، الاستماع هنا تحولت إلى اسم بإضافة الـ ing. Some people learn by learn by، في بعض الناس بتتعلم، دي pictures يا جماعة، الواي دي مكتوبة غلط، هي pictures معايا، يبقى some people learn by إيه؟ بيتعلموا إزاي؟ learn by drawing عن طريق الرسم معاه. وبعدين هنا box in a car sometimes make me ill، قراية الكتب في العربية بيتعبني، طبعا مع الهزة كده أعصاب عينك بتتعب، يبقى reading box، reading box. Some people spend too much time online activities doing doing online، بعض الناس بتقضي وقت كتير في عمل أنشطة على الأونلاين على النت. How can computers at night affect our sleep؟ How can using، إزاي إن استعمال أجهزة الكمبيوتر
بالليل بتأثر على نومنا. For my sister, new language is so easy. بالنسبة لأختي, learning new language أو language is so easy. تعليم لغات جديدة سهل جدا. بعد كده هنا بيقول لي you need strong music muscles. You need strong muscles to be good at. أنا مش قادر أكمل, الصداع ابتدى يشتغل معايا تاني, لكن هنحاول. You need strong muscles to be good at. محتاج عضلات قوية علشان تكون جيد في playing sports. Good at, bad at, great at, قلنا بيجي بعدهم الفعل ومضاف له ing أو اس صريح. Blend means that you cannot see. Being blend, كونه كفيف, ما ذلك يعني أنه لا يستطيع, أو كونك كفيف, ذلك يعني أنك لا تستطيع أن ترى. يبقى being. Thanks أو thank you for baking my cake. مام شكرا على إعدادك أو خبيزك يعني للكيكة التورتة يا ماما. يبقى thank you for, قلنا thank for يجي بعدها الفعل المضاف له ing. Thank you for helping, for baking, for making, أي فعل يجي بعدها مضاف له ing. من 11 ل 20 دول ال10 أسئلة, دول الهوم ورك بتاعك. طيب هنا بيقول لي read and correct the underline word. She is used, هي تعودت to get up early. تبقى to, تبقى هنا مضاف لها ing, هنكرر ال t تبقى getting up. Would you mind going to the zoo, هنضيف لها ing. I congratulated my brother, أنا باركت لأخويا on winning, هنضيف لها n وبعدين ing. The first prize, الجائزة الأولى. She suggested go with to the cinema, تبقى going. What about traveling by plane, هنضيف لها ing من غير ما نكرر ال لأن منهجنا American. She is fond of collecting, هنضيف برضو ing. I feel like to having a snack. I feel like to having. I feel like, هنشيل to. I feel like having a snack. You should stop smoking. لسه قايلينها من شوية. Smoking, هنشيل الـ E تبقى ing. I don't feel up to go, تبقى going. She tries to avoid traveling by plane. هنضيف ing ونشيل الاس. طيب الريرايت بيقول لي it isn't healthy to lie in bed for a long time. مش من الصحي انك تفضل ممدد على السرير لمدة طويلة. هنا بيقول لك استعمل lying. يبقى lying هنا الال كابيتال, هنبدأ بيها الجملة. تبقى فين هي الجملة؟ lying in bed for a long time isn't healthy. عرفت تعملها ازاي؟ lying in bed for a long time, التمدد في السرير لمدة طويلة ماله isn't healthy, ليس صحيا. وهنشيل طبعا it خالص. Do you feel happy when you listen to music? هل تشعر بالسعادة عندما تسمع للموسيقى؟ هنا بيقول لك استعمل كلمة listening, بس هنا ال L small, يبقى هل هنا هتبدأ بيها الجملة ولا هتكون في منتصف الجملة؟ يبقى هنا هنقول does listening to music make you happy? Does, طبعا هنسأل listening هنا بقى نسأل ب does مفرد, الاستماع للموسيقى مفرد. يبقى does listening to music make you happy أو make you feel happy, ده هتبقى كده. My sister finds it easy to learn new languages. لسه قايلينها من شوية, قال لك learning, هنبدأ ب learning, تبقى learning new language تمام is easy to my sister. ماشي, ممكن نفكر لها في صيغة تانية. Learning new language, learning new language is easy for my sister.
I congratulated منى، أنا هنأت منى because she bought a new car، علشان هي اشترت سيارة قديمة جديدة. هتبقى بالشكل ده I congratulated منى on buying a new car. On buying. طيب the best way to travel is by train. أفضل وسيلة للسفر هي القطار. Traveling. يبقى traveling by train is the best way. خلاص traveling by train is the best way. ماشي. I thanked my sister. أنا شكرت أختي because she helped me. علشان هي ساعدتني. يبقى I thanked my sister for her helping. لمساعدتها. For her helping. ing. Sports help you keep me fit. ازاي help you keep me. ايه اللي ايه ده. Sports help you. المفروض help me. الرياضة الرياضات بتساعدني ان انا افضل fit. لا هي بتساعدك انت انها تخليني انا. ايه اللي ايه ده. يبقى sports help me keep me fit. يبقى doing sports help me to be fit. طيب it isn't good for you to eat too quickly. يبقى eating quickly isn't good for you. Eating أو eating quickly isn't good for you. You can get fit when you swim regularly. You can get fit when you swim regularly. لما تنتظم في السباحة. يبقى swimming هنا نبدأ بها الجملة. Swimming regularly can get you fit. Swimming regularly السباحة بانتظام can get you fit. يخليك لائق بدنيا. أنا كده خلصت. ما تنساش الواجب بتاعك هنا من 11 ل 20 وبالتوفيق للجميع.